السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. أول حاجة كنعتذر منكم بزاف صراحة، هذه مدة ما درت شي فيديو، ما كاينش لايف، ولكن الإخوان الحالة الصحية ما كتسمحش صراحة، مريض والله العظيم. ما هذا الفيديو ما كنتش غادي نديرو، ولكن غير بغيت نوصلكم ميساج علاش الفيديوهات مبقاوش كيتحطوا في لاشين، وحتى اللايف مبقيناش كنديروه. نتمنى ان شاء الله من هنا الاسبوع القادم نرجعوا للايف، ولا قدرت مورا الماتش ديال السوالم مع ديك ال11 نقدروا نديروا شي لايف غدا ان شاء الله ناكد لكم. ونتمنى من الاخوان كما قلت لكم تقبلوا الاعتذار، يعني الصراحة ماشي خاطري، ما قدرتش ندير فيديوهات في هاد المدة. دابا تنهضر معاكم الصراحة وكنهضر بزز. تاني حاجة الإخوان، بالنسبة للدراري اللي كيعرف المونتاج والفوتوشوب، إذا كان ممكن يتواصل معايا، بغينا نغيرو بزاف الحوايج في القناة إن شاء الله. وبالنسبة المقابلة ديال غدا ان شاء الله غالبا المدرب يدخل بنفس التشكيلة ديال اخر مقابلة اللي كانت ضد الفتح، وغادي يكون تغيير واحد اللي هو العراسي اللي عنده 3 ديال الاسابيع، وغادي يعوضو خفيفي. يعني هذه من وجهة نظري ان اخر تشكيلة اللي لعبات مقابلة الفتح هي اللي غادي تكون غدا ان شاء الله كما قلت لكم، مع تغيير ديال العراسي بخفيفي. الزرهوني مازال عنده اصابة، موهوب يلا غادي في برنامج اللي تعطاه باش ان شاء الله يرجع مع المجموعة. كاين الوردي اللي رجع، هو سبول يعني كما تنقولوا كان العفو من المدرب، زائد واحد القضيه اللي بغيت نتكلم عليها، واحد الصحفي وواحد منخرط رجاوي ولاعب سابق، يعني هاد الايام مركين على الرجا ديال بصح، تيطلقوا الاشاعات بزاف. وصل الامر انهم تكلموا على ان النادي كيفكر يرهن الاكاديميه ديالو، وهذا الشيء الخوت راه غير اشاعه. كاين مشكل ديال الضرائب ما نكذبوش، ولكن هذا الشيء راه كاين في المغرب كامل ماشي عند الرجا، راه شركات كبار وتتقاد الضرائب كيتسالوهم، وهذا شيء عادي. غير هو أنا بالنسبة للاعب السابق اللي هو تيجي لديك القناة ولا نقولو داك المنبر 300 ل 400 درهم الحلقة، وكتهاجم الفريق السابق ديالك وكتطلق الإشاعات، فلو كملتي في هاد الطريق راه غتربح حاجة وحدة، هي أن الجمهور غادي يحقد عليك، وهذا الشيء ماشي في مصلحتك. كاين واحد الصفحة بلا ما نذكر الاسم ديالها، راه بزاف فيكم تكتبوا لي في الكومونتير كتاخذ من عنده الأخبار، كتاخذ من عنده الأخبار. هذاك كما قلت لكم شخص مقرب بزاف الرئيس والابن ديالو، وجميع الأخبار اللي عنده هما اللي كيعطيوها ليه، ولكن حتى هو هاجم هاد الصحفي والمنخرط واللاعب. ولكن الاخوان راه حتى هو شحال من مره، يعني الصراحه و تنكومونطي ليه وكيمسح، حتى هو بعض المرات حتى
تيقول اخبار زائفه، ولا كيحاول فين كيشوف الجمهور تيتكلم على واحد الحاجه ومتفق عليها كيحاول يغير يعني التركيز ديال الجمهور لحاجه اخرى. علاش؟ حيت عارف بزاف ديال الناس تيثيقوا فيه ومتبعينو عارفينو قريب من الرئيس والابن ديالو، يعني تيقول هذا راه كيجيب اخبار صحيحه، ولكن حتى هو بعض المرات عن قصد كيدير ديك انه تيشوف الجمهور تيتكلم مثلا على المدرب خاصو يدويو على حاجه اخرى، ولا يقول لك الرئيس راه متشبت بالمدرب، يعني بزاف الامور. هذاك الصفحه ديالو يكتب فيها اللي بغى، ولكن تقاش تكذب على الجمهور وتهاجم واحد الناس وتتهمهم وانت بزاف المرات كدير في حالهم. حتى حنا عندنا بعض الاخبار ولكن ماشي الوقت ديالها انني نتكلم عليها، حيت الجمهور غادي يهاجمني وما غاديش يعجبو الحال ويقول لك ماشي وقته وما تتكلمش على هذا الشيء دابا. كما وصلتني معلومات ولكن ما خاصش نتكلم عليهم دابا كما قلت لكم، ما غاديش نتكلم عليهم لان الفريق دابا محتاج التركيز. ما نهاجموش وما نبداوش نتاقدوا في شي حوايج اللي تقدر انها تاثر على المسار ديال الفريق. خليهم خدامين. الرئيس وبعض المنخرطين متشبتين بالمدرب، ولكن يمكن السبب اللي متشبتين به هو على الكونطرا اللي مسينين مع السيد. داكشي علاش بغاوش يجريو عليه من دابا، ما كاينش هذيك القضيه باش ما يبقاش يكذبوا عليكم. ماشي قضيه ديال صبار ولا ما تصبرش ولا لا، قضيه في الكونطرا وفي العقد وداكشي اللي مسينين معاه، يعني غادي يطلع عليهم بثمن غالي كما تنقولوا. نشوفوا فقط واحد المقارنه ديال الوحده الاماراتي اللي تما كانوا جابوا المدرب قبل من كوب داراب ولعب معاهم كوب داراب ولعب معاهم البطوله الاماراتيه، ومن بعد صيفطوا راه موسيماني مشى من الوحده. علاش؟ هذاك ماشي شي فريق كبير ولا كيخلع، ولكن بانوا لهم من غير النتائج انهم ما كاينش شي حاجه تحسنات ولا تبدلات. صافي خويا السلام عليكم، السلام عليكم، الله يعاونك. يعني من قبل من كوب داراب حتى دابا يعني خاص تكون واحد اللمسه ديال المدرب. هما شافوها ما كايناش، ما كاينش نتائج، الجمهور ما راضيش على المدرب ولا طريقه الشغل ديالو، قالوا ليه الله يعاون. حنا الرجاء وفريق كبير وفريق ديال الالقاب ما خاصكش تنتقد المدرب. انتقدتي المدرب انت ما كتفهمش في الكره وانت باغي تشوش وانت وانت وانت، وفي الاخر فاش كتمشي البطوله كيبداو يحسبوا تيقولك زقلنا ماتش ديال اسفي، كون ربحنا ماتش ديال الجيش. راه هادشي علاش نتكلموا. انا غنمشي معاكم، خليو الناس خدامين كما قلت لكم. قضيه ماشي ديال انه كاين واحد المشروع ولا، فقط اول حاجه خالع المكتب هي لا بغاو يصيفطوا المدرب ما يبغيش يتفاهم معاهم باش انه يفسخ بالتراضي، والكونطرا ديالو طويله وداكشي اللي في العقد خاصو يتخلص وبزاف الحوايج. اذا هذه اول نقطه حابسه المكتب انه ما يصيفطش المدرب. كما قلت لكم حنا ندعموا الفريق ونتمنوا هذا الشيء يتصحح ونشوفوا الاداء ان شاء الله نتيجه واداء كما تنقول. بالنسبه لانتدابات الاخوان بزاف قريت لي كومونتير اليوم، لقيت بزاف دراتي يسولوني على انتدابات. الاخوان مازال الوقت على انتدابات. بالنسبه لك اللاعب الافريقي يعني راه ما غاديش يسينيو معاه، واخا تعطل في لونطريمون بزاف ما غاديش يسينيو معاه. ولكن الحاجه الوحيده اللي نقول لكم على الانتدابات واللي هي رسميه انهم خدامين عليها. هادشي اللي كاين الاخوان. تنشكركم بزاف.
زائد عاود انا يقولكم كان تعذر منكم، يمكن الصوت في الفيديو يجيكم ماشي هو هذاك كما قلت لكم، والله العظيم اللي كان هضره بزز درت هذا الفيديو غير باش تعرفوا راه ما كاينش شي مشكل في القناه، ولا مابقاش كيوصلوا الاخبار، ولا ما بقيت غادي نهضر على الرجاء، فقط كما قلت لكم واحد الوعكه صحيه اللي ما خلاتنيش انني نبقى نحط الفيديوهات بشكل يومي ومبقاوش نديرو اللايف. نتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع، وان شاء الله فاش تولي الحاله الصحيه مزيان ديك الساعه نرجعو كيف كنا في الاول. ونتمنى الطلب اللي قلت لكم على الناس اللي كيعرفوا المونتاج والفوتوشوب يتواصلوا معايا. عندنا صفحات ديال تيك توك وفيسبوك، نتمنى الاخوان راه لا دخلتوا القناه راه غادي تلقاو الرابط، نتمنى انكم تشتركوا معنا ونحاولوا ان شاء الله. مازال كاينين بعض الافكار كنحاول ان شاء الله نديرهم في القناه، مازال كنفكر في شي حوايج غادي نزيدوهم، وحتى اللايف يمكن نبدلو الطريقه باش كنديروا اللايف، ويكون علاش لا يكون شي برنامج اللي يبقى ديال رجويين اللي غادي يكون ان شاء الله نحاولوا يكون مثلا حج مرات في الاسبوع ولا ثلاثه كيف بغيتو نتوما، ما كاين حتى شي مشكل. مازال كنحاول نرتب بزاف الامور، كنت كنوجد شي حوايج جا هاد الوعكه الصحيه الحمد لله على كل حال، يعني حبساتني على بزاف ديال الحوايج. نتمنى ان شاء الله دوز بخير ونرجعوا كيف كنا في الاول ان شاء الله، ونبقاو متواصلين. وشكرا للناس اللي سولوا علينا.